صباح الخير، هنتكلم النهاردة عن الفصل الأول البرمجة الخطية بطريقة السيمبلكس. ناخد تمرين مع بعض. المطلوب تعظيم دالة الهدف بتساوي 50 س1 زائد 80 س2 زائد 120 س3. القيود 3 س1 زائد س2 زائد 2 س3 أقل من أو يساوي 90، 2 س1 زائد س2 زائد 2 س3 أقل من أو يساوي 60، س1 زائد س2 أقل من أو يساوي 20. معلش، القيد هو أقل من أو يساوي وليس أكبر من أو يساوي. قيد آخر اللي هو عدم السالبية، إن س1 وس2 وس3 أكبر من أو يساوي الصفر. تعال نحل التمرين ده وهو في صورة النموذج الرياضي للسيمبلكس. أول خطوة في الحل إن إحنا نحول المتباينة اللي هي فيها علامة أقل من أو يساوي أو أكبر من أو يساوي إلى معادلة بإضافة متغير بنسميه المتغير الوهمي بمعامل يساوي الواحد الصحيح في المعادلة وصفر في دالة الهدف لأن الأرباح صفر. فتعال نشوف كده. أنا لو عندي آخر رتبة س3 يبقى إذن أول معادلة هنضيف فيها س4، تاني معادلة هنضيف فيها س5، والمعادلة الثالثة هنضيف فيها س6. طبعا المعادلات هنا زي ما انتم شايفين 1 و2 و3، ضفنا س4 لان انا اخر حاجة عندي رتبتها س3، يبقى اذا اول حاجة هضيف س4 وس5 وس6 بمعامل يساوي الواحد الصحيح. طيب نيجي نشوف دالة الهدف هنا، فهنلاقي ان في دالة الهدف س4 وس5 وس6 متغيرات وهمية، فاذا لازم تكون الارباح الخاصة بها ارباح صفرية، فهتكون دالة 50 س1 زائد 80 س2 زائد 120 س3 زائد 0 س4 0 س5 0 س6. ده اللي هي بالنسبة لدالة الهدف. دي الخطوة دي هنجد ان هنا انا عندي 2، انا لما بحسب س4 مقابل المفتاح في العمود 2، طب لما بحسب س6 هيبقى مقابلها 0، يبقى ده معنى كده المقابل في العمود. المقابل في العمود معناها مقابل المفتاح في س4 ومقابل في س6، وده ثابت لكل قيم س4 وس6. بعد كده بنشوف نكمل الحل. هنحسب س4 وبعد كده هنحسب س6، هتطلع لنا ارقام عمليه حسابيه فقط اهوت، هيطلع لنا الجدول الثاني س4 وس3 وس6، 1 و0 و0 و1 و0 و0 و30، وايضا هنا س3 اللي هي المتغير الجديد في الحل وس6 اللي هي القيم الجديده. بنوصل للجدول الثاني وبعد كده بنستكمل هذا الجدول.